معي عبر الهاتف من دبي الدكتور سالم حميد، رئيس مركز المزماه للدراسات والبحوث. اهلا ومرحبا بك دكتور. اذا سنوات من العمل السري في الدوله بتمويل ودعم من قطر للارهاب وبروايه احد اعضاء التنظيم. اولا، ماذا تحقق لقطر من وراء هذا التدخل؟ وهل استفادت دوله الامارات العربيه المتحده من كشف هذا التنظيم السري؟ وفي اي مجال كانت استفادتها اكثر؟ اذا ما اردنا ان نتحدث عن تاريخ الاخوان في دوله الامارات، فإن دولة قطر تلعب دورا محوريا في هذا التأسيس للتنظيم الإخواني في الإمارات، والذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي عندما دخل القرضاوي إلى قطر، بالتحديد سنة 1961، عندما قام القرضاوي باستقطاب عدة رؤوس أو أبرز قادة التنظيم الإخواني في الإمارات، وقام بإرسالهم للدراسة في الجامع الأزهر، وذلك في فترة الستينات. ولاحقا عندما عادوا قاموا بتأسيس التنظيم الإخواني في الإمارات، وأسسوا أول جمعية لهم للإصلاح في دبي تحديدا عام 1974. وهنا نجد أن قطر قد لعبت هذا الدور المحوري في قيام هذا التنظيم في الإمارات. دوره السياسي أو خطورة تشكل هذا التيار ربما جاءت خلال منتصف التسعينات وما بعدها، حتى الآن يعني عندما تكشفت نوايا قطر بشكل أكبر. سؤالي كان عن مدى استفادة قطر من وجود هذا التنظيم السري الذي تدعمه وتموله في الإمارات، وكيف ساهم كشف الإمارات لهذا التنظيم، سواء الكشف السابق أو كشف المعلومات بالمقابلة التي تم بثها أمس على شبكات تلفزيونات الدولة كاملة؟ نعم صحيح. إذا ما أردنا أن ننظر إلى التجربة الإماراتية، فإن الإمارات تعاملت بليونة مع التنظيم الإخواني، وتعاملت معهم في البدايات يعني بالنصح والإرشاد لهم، حتى عندما قامت بحل مجلس إدارة جمعية الإصلاح الذي تم في عام 1994، لم يتم محاكمتهم ولم تتعامل معهم الدولة بالقوة أو رعونة، إنما قامت بحل المجلس حتى للعام 2003، عندما طلب منهم يعني ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد: يا جماعة الخير، يعني نحن نرفض مبايعتكم للمرشد في مصر، لأن هذا يعني أنتم تكيلون بمكيالين، فكيف يكون ولاءكم لمرشدكم في مصر ولا يكون ولاءكم لرئيس الدولة؟ فعندما يعني نتكلم عن تجربتنا كانت في غاية الليونة معهم والنصح والإرشاد ومحاولة استقطابهم يعني دون استخدام القوة معهم، لكنهم هم تعنتروا وهم تعنجهوا عندما شاهدوا أن الدولة لا تستخدم معهم القوة. ولكن سرعان ما حصل ما يسمى بثورات الربيع العربي، يعني وجدت الدولة أنه لا يعني يتوجب استخدام الحزم معهم، وهذا ما تم. طيب. ومحاكمتهم لاحقا. نعم دكتور سالم، إذا سلمنا بأن هذه المقابلة بالأمس مع السويدي كانت إحدى قطع الفسيفساء أو إحدى حجرات الدومينو للوحة الكاملة التي تجسد قطر كدولة تدعم الإرهاب، بالإضافة إلى اعترافات المخبر القطري الحمادي، بالإضافة إلى ما تم أيضا الكشف عنه في مملكة البحرين وفي غيرها أيضا من الدول وفي ليبيا أيضا. عندما تكتمل هذه الصورة كاملة، ماذا تتوقع أن يكون موقف قطر؟ أليس يعني الكشف عن هذه الحقائق بشكل تدريجي يجعل صورة قطر تنكشف بشكل تدريجي أيضا أمام نفسها وأمام مجتمعها في الداخل وأمام العالم كله؟ هل الطريق يسري باتجاه الكشف بشكل كامل عن هذه الصورة؟ فعلا نعم، يعني هذا سوف يزيد من عزلة قطر يعني وإبعادها عن أشقائها في المحيط الخليجي. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن التنظيم الدولي للإخوان، فنحن يستلزمنا وقت طويل، ولكن أساسيات هذا التنظيم الإخواني قد بدأ في القرن 18، ومن عمل على زراعة التنظيم هذا هي الدولة البريطانية. فمنذ القرن 18 وهي تستخدم التطرف الإسلامي من أجل تنظيم إسلامي يخدم مصالح الغرب، وقامت بتجنيد بعض الأفراد منهم ما يسمى بالأفغاني ومحمد عبده
ومن بعده وحسن البنا الذي قام بتأسيس تنظيمه عام 1928 بتمويل بريطاني. فهنا نجد أن هناك تعاون غربي ما بين التنظيم ما يسمى بالإخواني وبريطانيا، ومن بعده أتت بعض الدول الغربية من أجل استخدام التطرف الإسلامي يعني لتنفيذ أجنداتها. ولكن انقلب الساحة، يعني السحر على الساحة، ونجد أن الآن هذه التنظيم الإسلامي ارتكب عدة جرائم في أوروبا، يعني وشهدنا على مدى الأشهر الماضية حجم الجرائم التي كانت بتمويل من تنظيم الإخواني. وهذا يكشف أيضا التواطؤ القطري مع التنظيم الإخواني وكذلك بعض الأنظمة الغربية التي كانت متواطئة مع قطر، ومنها الإدارة السابقة الإدارة الأمريكية أوباما. شكرا جزيلا لك من دبي الدكتور سالم حميد، رئيس مركز مزماه للدراسات والبحوث.